اهلا وسهلا بكم في قناة لطيفة ترموميكس. اليوم بحول الله كيف تشوفوا معايا موعدنا مع مملحة رائعة سهلة وبسيطة وفي المتناول. هي من وصفات ترموميكس السريعة ولا اروع، يمكننا نقدموها ضمن وصفات البوفي. فإذا كنتم اول مرة تشوفوا القناة مرحبا بكم، تابوناو في القناة باش نشجعوها تزيد القدام. وإلا عجبكم الفيديو عملوا على بارتاج الفيديو في قنوات التواصل الاجتماعي. ندوزو نشوفو المقادير وطريقة التحضير. بحثنا الكويرات تاع الكفتة متبلين حسب الذوق، بحثنا العجين المورق واللي الوصفة تاعتو غتلقاوها في صندوق الوصف، صوبناها جميع بالروبوت ترموميكس وغتلقاوها في الرابط الفوق على اليمين. بالنسبة لكويرات الكفتة غادي نشحروهم ونطيبوهم نص طيبة واحد جوج معلقات تاع زيت الزيتون، وبحثنا واحد صفر بيضة مع شوية تاع الخل اللي غادي ندهنو به المورق. ندوزو ونطيبو نص طيبة هاد الكويرات تاع الكفتة. من بعد غادي نطفي عليهم ونخليهم يبرد. تا نطلقو العجين المورق على طاولة العمل اللي مرشوشة بالطحين، وتنطلقوها على السمك تاع 0.5 سنتيم أي 5 ملم، وتنبداو نقطعو شي مرش. من بعد تنجي وناخدو هاد الأقراص اللي حنا قطعنا، تنديرو لهم بحال هكا باش ياخدو واحد الشكل طولي شوية. ندهنوهم شوية بالبيض، ناخدو قرص آخر حتى هو نديرو بحال هكا بطريقة طولية. ندهنوه بشوية البيض، نجيو نحطو كفيتة تاعتها بحال هكا وندير ليها بحال هكا. يكون عندها هاد الشكل. نجيو ندهنو هاد القوقعة تاعتنا أولا كوكي غير بشوية من الفوق بلا ما نقيسو الفيتاج، بلا ما نقيسو التوريق غير بشوية بحال هكا. ونجيو هادي غير إضافات، نرشو شوية تاع البافو أو أي أنواع الحبوب بغيتو. صافي تنسخنو الفران مزيان حيت هادي مورقة عجين توريق، كيخصا الفران يكون سخون في الأول. المورقة سيداتي اللي درنا بفرون تجي على هاد الشكل غزالة وبنينة، المنظر تاعها رائع كيف تشوفي معايا تتشهي. الى سيدتي عجبتك الوصفة جربيها وردي عليا في التعليق تاعك كيف شتي معايا، راها بسيطة وسهلة وتتصاوب في وقت قصير بزاف، وتمكن لك تخدميها في لي بوفي. فإلا عجبتكم الوصفة تقسموا الفيديو مع الأهل والأحباب، وتقسموه معايا الوصفات تاعكم لتجربوها على الصفحة تاعي فيسبوك، غتلقاو الرابط تاعها في صندوق الوصف. تابوناو في القناة لطيفة ترموميكس، فيها العديد من الوصفات، وصفات كاينة ووصفات جاية إن شاء الله. دخلوا صندوق الوصف، شوفوا قناة غرفة شاف لطيفة، هي غنية بالوصفات المالحة والحلوة. بالصحة والراحة، وإلى الملتقى في وصفات أخرى إن شاء الله.